تمام الثالثة في القاهرة، وهذا عرض لأهم وآخر الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر. أهلا بكم. أحال قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية أرض الطيارين مرشح الرئاسة السابق أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات بتهمة تسهيل استيلاء نجلي مبارك على 40,000 متر مربع من أرض جمعية تعاونية لإسكان الضباط الطيارين، كما أمر بضبط وأحضار شفيق وحبسه على ذمة المحاكمة. كما شمل القرار كلا من علاء وجمال مبارك. ولتفاصيل أوسع حول هذا الخبر ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة. دكتور أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. تفسير القانوني لهذا القرار بضبط وإحضار الفريق أحمد شفيق الذي يوجد الآن خارج الأراضي المصرية. أيوة فندم، عفوا. ما هو التفسير القانوني لمذكرة الضبط والإحضار للفريق أحمد شفيق الموجود خارج أراضي جمهورية مصر العربية؟ لا، هو يعني قرار الإحالة لا يعني الإدانة، يعني قرار الإحالة في جريمة معينة يعني هي رؤية قابل التحقيق من خلال الأوراق التي قدمت إليه ومن خلال التحقيق الذي أجراه أنه يحيل إلى محكمة الجنايات، وهي التي ستحكم في النهاية بما إذا كانت جريمة متوافرة في حق المحايين أو غير متوافرة. اسمح لي دكتور، فقط مع الإحالة بيتضمن دكتور في تطور لافت وأرجو عفوا دكتور ابقى معي في تطور في نفس هذه القضية، سأستمع إلى تعليق عليه. ورد إلينا الآن أن النائب العام أمر بمخاطبة الانتربول الشرطة الدولية للقبض على الفريق أحمد شفيق، وهنا أعود لحضرتك للتعليق على هذا الخبر. الآن لدينا أمر ضبط وإحضار ولدينا مذكرة دولية للقبض على الفريق الموجود خارج الأراضي المصرية، ففي فيما يتعلق بالقوانين الدولية، هل دولة الإمارات المقيم لديها من دولة إلى أخرى؟ هل هناك اتفاقية على تسليم المطلوب القبض عليهم بين الدولة التي يقيم فيها المحال أو المطلوب القبض عليه وبين مصر أم لا؟ يعني مثلا تتوقف عن إذا كان هناك اتفاقية لتسليم الأشخاص. الأمر الثاني أن الأمر يتوقف في الواقع على إرادة الدولة أيضا. يعني صحيح في الاهتمام بمقتضى الاتفاقية، لكن الدولة قد ترى عدم تسليم الشخص المطلوب تسليمه، ودي بتبقى اعتبارات سياسية التي تحكمها. طيب يا فندم، يعني هناك الأمر ليس نافذا بذاته. طيب يا فندم، هناك في للمقارنة القانونية نريد أن نفهم الفروق. يعني هناك عدد من رموز النظام السابق صادر ضد بعضهم أحكام طويلة، مثل السيد دكتور بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وعدد من رموز النظام السابق موجودين خارج الأراضي المصرية ولم يتم تسليمهم حتى الآن. فحتى نستطيع أن نفهم ماذا يعني أن يطلب من الانتربول، وهل هذا الأمر كان يحدث في ضد رموز النظام السابق الذين صدرت ضد بعضهم أحكام نهائية؟ لا لا، يعني هو في الواقع أنه الأمر بيختلف اختلاف الشخص. يعني قد يكون الشخص المطلوب تسليمه بيحمل جنسية الدولة التي يقيم فيها، وفي هذه الحالة لا تملك الدولة ذاتها أن تسلمه حتى لو كان صادر ضده حكم نهائي من دولة أخرى، لا تملك أن تسلم مواطن فيها. ده أمر. أما إذا كان ليس مواطنا في الدولة، فقد تكون هناك اتفاقية لتسليم المطلوب القبض عليهم أو يسمونهم يعني الهاربين المجرمين الهاربين إلى آخره، أو قد لا تكون هناك اتفاقية. فإن لم تكن هناك اتفاقية فالدولة عادة لا تسلم، والأمر بيخضع لتقديرها تماما. أما إذا كان هناك اتفاقية فالأمر يتوقف على التزام دولي، والالتزام الدولي ليس هناك وسيلة لتنفيذه، وإنما أيضا بيتوقف على العلاقات السياسية بين الدولة المطلوب منها التسليم والدولة طالبة التسليم. يعني رغم وجود الاتفاقية قد ترى الدولة لاعتبارات سياسية معينة لعدم اقتناعها إلى آخره أن هي لا تسلم الشخص، وده بيكون له انعكاسات سياسية. بالعودة مرة أخرى إلى قرار الإحالة إلى الجنايات، كانت قد ترددت في وقت سابق أنباء عن عرض من قبل علاء وجمال مبارك التصالح في هذه القضية من خلال إعادة الأراضي التي هي موضوع لهذا النزاع. من الناحية القانونية إذا تمت هذه الخطوة من قبل المتهمين، هل يمكنها أن تهدم الدعوة القانونية أم لا تزال قائمة؟ لا، هو التكييف المحالين به أو الوصف القانوني المحالين به، يعني الجريمة المحالين بها، وأعتقد هي جريمة التربح، وده النص
اللي بيلجأوا إليه في كل حالة، لأنه نص عام جدا وغير محدود. الجريمة دي لم ينص القانون على إمكانية التصالح فيها وانقضاء الدعوة الجنائية، يعني ليست من الجرائم التي يجوز فيها التصالح. ولكن كان من الممكن أثناء التحقيق أنه بعد انتهاء التحقيق إذا تم رد الأموال محل التحقيق، من الممكن للمحقق وهذا حقه أن يصدر أمرا بألا وجه إقامة الدعوة، يعني ينهي القضية عند هذا الحد. لكن المحكمة طالما أحيلت إلى القضية فهي لا تملك إنهاءها إلا إذا وجد سبب قانوني لذلك، وليس من بين هذه الأسباب التصالح، وإنما السبب القانوني أن تتأكد المحكمة أو لا تتأكد المحكمة من الإدانة، يعني تتوافر أسباب البراءة. ده الحل الوحيد أمام المحكمة الآن. شكرا جزيلا دكتور محمود كوبيش عميد حقوق القاهرة، معلقا على خبر أمر قاضي التحقيق بضبط وإحضار المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق. إلى خبر آخر، فقد حيث تشهد عدد من المحافظات نقصا في وقود السولار، مما تسبب في تكدس أعداد كبيرة من السيارات أمام محطات التزود بالوقود. وأدت الأزمة إلى تعطل الحركة المرورية على بعض الطرق بسبب إغلاق السيارات لهذه الطرق في انتظار الحصول على السولار. يشهد الرئيس محمد مرسي اليوم الاحتفال بعيد الفلاح الذي تقيمه وزارة الزراعة ونقابة الزراعيين والاستصلاح الزراعي. على صعيد آخر، استقبل مرسي اليوم وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج لبحث التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا وزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج، صرح وزير الخارجية محمد كامل عمر بأن هيج أبدى استعداد بلاده للتعاون في إعادة الأموال المصرية المهربة إلى بريطانيا. وأضاف عمر أن هيج قدم دعوة للرئيس محمد مرسي لزيارة بريطانيا وقبلها الرئيس. كما استقبل الرئيس محمد مرسي وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووفدا من المستثمرين السعوديين المرافقين له. وبحث الرئيس بحضور وزراء المالية والصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. تستمع لجنة الاقتراحات في الجمعية التأسيسية للدستور اليوم إلى مقترحات الدكتور أحمد زويل بشأن الدستور الجديد. وقال زويل إن الدستور العظيم هو الدستور الناجز والعادل، مؤكدا على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان هي أساس الدستور. واحد، حقوق الإنسان. خلاص المصري تعب، والله المصري تعب، وتعب من السياسات، وتعب من اللعب بالألفاظ، وتعب من الحزبية والجمعية والفردية. المصري تعب، نفسه يشوف بلده في صورة عظيمة. أرجوكم حطوا حقوق الإنسان لصالح الإنسان المصري بعيدا عن كل اللي احنا شايفينه. واصلت حركات المعلمين المستقلة اعتصامها أمام مجلس الوزراء لليوم الثاني، كما فتح المتظاهرون شارع القصر العيني بعد أن أغلقوه أثناء تظاهرهم أمس للمطالبة بتحسين وضعهم المادي والوظيفي. وقد أكد المعلمون المعتصمون أنهم لن يتفاوضوا إلا مع رئيس الوزراء شخصيا. أعلنت عدد من الحركات الثورية وبعض النشطاء الأقباط عن مشاركتهم في دعوة حزب النور والدعوة السلفية للتظاهر اليوم أمام السفارة الأمريكية للتنديد بفيلم يحتوي على إساءة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة إن الوقفة موجهة ضد بعض أقباط المهجر المسيئين للرسول الكريم، وليس ضد الإخوة الأقباط المصريين أو المسيحيين في العالم. نهاية الموجز. لمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع قناة الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. ونتلقى تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي فيسبوك وتويتر. بعد قليل يلتقيكم أين العزام ليصحبكم في جولة في أخبار محافظات مصر المختلفة.